وحد الله وصلى على سيدك رسول الله عم ابو عمر. النهارده معايا عرض خفيف ولطيف، عرض لحبايبي واصدقائي ومحبيني ومتابعيني على القنوات وعلى اليوتيوب. بحب دايما يا ابو عمر اقدم لهم السلاله النادره ما شاء الله. وحد الله وصلى على سيدنا رسول الله، ده عرض يا ابو عمر اسمه عرض السهره. صلى على سيدنا رسول الله. بتقول حاجه في العرض ايه؟ اللي يشاهد البضاعه الحلوه دي يصلى على سيدنا النبي. استنى استنى، انت بتقول عرض ايه؟ ده عرض السهره، عشان تقعد قدام الكاميرا كده وقدام اليوتيوب كده وقدام الفيسبوك يا عم عمر تتمتع بعجلات سلاله نادره. بسم الله ما شاء الله. العرض ده مكون من كام دماغ؟ من 13 عجله يا عم ابو عمر. ال 13 ضرب نار هولشتاين الماني بنت استيراد بنت بيور قرعة، مش عجله متقرعه، عجله قرعة الماني بيور. صلى على سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجلات كلها تلقيح صناعي يا ابو عمر ما شاء الله تبارك الله. هقدم لك تفاح امريكاني من عيار الطيب. سمى بسم الله وابدا العرض بتاعك يا عم ابو عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعه احنا المشاهد على التواريخ النهارده بفضل الله 3، النهارده في الان 3/2/2023، النهارده 3/2/2023. حاجاتنا حلوين على فيسبوك وعلى يوتيوب. بنمس عليكم من داخل مزارع الحاج حسن ابو الحاج في قريه عرب ابو ذكري. بسم الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. سمعونا الصلاه الحبيب النبي كده، صلوا معنا على سيدنا النبي لو تكرمتم، والكل يعلم عليك يقول اكتب ايه ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. صلوا معنا على الحبيب النبي. معانا كام تفاحه يا معلم حماده؟ الله يا عم ابو عمر، اول هام انا بمس عليك وعلى كل مشاهدينا كل محبينا كل متابعينا في كل مكان، والدنيا بحالها على دماغنا من فوق ماشي. وانا بمس على ال 27 محافظه، وبمس على كل راجل جدع معانا على البث حبيبي يا معلم حماده، بمس على كل اللي بيشاهدونا على اليوتيوب من داخل مصر من خارج مصر وفي الوطن العربي كله يا عم ابو عمر. هقدم لك النهارده بفضل الله ماشي 13 تفاحه امريكاني من العيار الطيب. تمام. هم يا ابو عمر لسه جايين من كام ساعه، بس هم مش خساره في قناه سوق بلدنا، ومش خساره ماشي مش خساره في مشاهد قناه سوق بلدنا وفي متابعيني وفي محبيني من داخل مصر ومن خارج مصر. النهارده هقدم لك يا عم ابو عمر 13 تفاحه بيضربوا نار. تمام. بيضربوا نار عجلات تلقيح صناعي كلهم يا عم ابو عمر. تمام. هات يا ابني الاربع تفاحات اللي معاك. هات الاربع اللي ورا دول يا باشا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. براون سويسري يا ابو عمر قرعه. معانا الجيرسي يا رجاله اهو. ماشي، مش عجله متقرعه، لا دي عجله سلاله. يا رجاله معانا الجيرسي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. والهولشتاين الالماني والهولشتاين الامريكي السلالات نادره. تمام. وحد الله وصلى على سيدنا رسول الله. العرض مكون من كام حته يا معلم حماده؟ دولت يا باشا 13 تفاحه. الاعمار؟ اللي عايز منهم عجله واحده يبيع له. الاعمار؟ واللي عايز نص العرض يبيع له، واللي عايز ال 13 يفتح مزرعه بيهم يا عم. الاعمار يا معلم حماده؟ الاعمار بتاعتهم بتبتدي من 4 شهور ل 5 شهور. الاعمار؟ من 4 شهور يا باشا. بص يا باشا ده معلم حماده 4 شهور البراون السويسري يا ابو عمر. يعني العجلات دولت كلها 4 شهور؟ يا باشا البهايم دي بهايم بنات استيراد، الاحجام بتاعتهم كبيره. تمام. يعني الدوره دي كلها ابو عمر بنت 4 شهور، الدبابه دي كلها بنت 4 شهور، مش هنفج عليك في العمر نقول لك بنت 7 وبنت 8. تمام. والبترول دي بنت 5 شهور. الجيرس بس رجال. هي دي حجمها كبير يا ابو عمر. بسم الله ما شاء الله. بهايم الاحجام بتاعتها كبيره. تمام. بهايم السلاله نادره. الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. صلوا معانا الحبيب النبي يا رجاله. يا ابو عمر من اول 9000 يا ابو عمر النهارده. قلت له يا معلم حماده هقدم لك اسعار من اول 9000. من اول 9000 وصلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى يا باشا افرجك وافرج المشاهد. توكل على الله يا باشا. وحد الله وصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. وقدم لك كمان يا عم ابو عمر ايه؟ تفاح الامريكان هنا كله يا ابو عمر، عجلات تحت العشر سلاله نادره. اللي عايز يا ابو عمر عجلات للعيد ماشي، اللي عايز سلالات للانيه برضو متاح عندي ماشي، اللي عايز عجلات جاموس هنا برضو عندي ماشي. تمام. اسعار بتبتدي من 7000 وانت طالع بالسعر، و7000
وجاياني رساله بكره يا ابو عمر من عجلات نطار وعجلات منوفي، اسعار شغاله من 7000 ل 14500 جنيه. بكره ونوتي ولا بكره بس ولا ايه؟ بكره ونوتي يا باشا. تمام. صلى على سيدنا. صلى الله عليه وسلم. اول تفاحتين معايا في العرض سعرهم الاثنين دول بما يرضي الله. بما يرضي الله السعر هنا. الاعمار كام يا معلم حماده دول؟ الاعمار يا باشا شهرين ونص. شهرين ونص. شهرين ونص. تمام. وعجلتين اكلين. الاعمار؟ من شهرين ونص. تمام. اكله وباين قديمه يا بابا. والسلاله بتاعتهم؟ خليط من العالي. خليط عالي. بكام يا معلم احنا العجلتين الخليط دول؟ العجلتين دولت يا عم ابو عمر النهارده بما يرضي الله مش ب 25 ولا ب 23 ولا ب 18000 ب 17750. بكام؟ 17750 يا عم ابو عمر. الاعمار؟ الاعمار شهرين ونص يا عم ابو عمر، دي بقى قديمه. الاعمار 75 يوم يا رجاله. تمام. صلى على سيدنا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. وبفضل الله يا ابو عمر العرض اللي بعرضه ما بيقعدش معايا ساعتين اتنين. تمام. ليه؟ تفاح امريكاني يا عم ابو عمر. تمام. ومعايا هنا الكرة احجام كبيرة للعيد، وجايني برضو بكرة موازين تقيلة من 250 و 300 كيلو. وهنا عندك الدكورة يا ابو عمر، العجل هنا مال الفوف. اعمار؟ اعمار عندي شغالة من 4 شهور وانت طالع. اسعار؟ اسعار شغالة هنا يا باشا من 14000 وانت طالع في السعر. تمام. باين كلها قديمة بتاكل تبن وعلفة زي ما انت شايف. تمام. مش هقول لبان لسه بتنعر. صلى على سيدنا رسول الله. مش يبقى في عرض التفلة بكده يا معلم حكاية الاول. اول حاجة باشا بص يا عم ابو عمر، دي عجلات وش العجله يجيب الخير لوحده، الوش بتاعها يجيب الخير، بس احنا عايزين ايه؟ عايزين صلاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله تبارك الله. رجاله العجلات دوت اعمار 4 شهور وخمس شهور. تمام. الاعمار الاحجام دي كلها كده ما شاء الله 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 4 شهور وخمس شهور يا رجاله. تمام. عايزك تركز معايا يا ابو عمر. معاك يا معلم حماده. عايز المشاهد يركز معايا. تمام. ازاي؟ صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف التفاح الامريكاني عامل ازاي يا ابو عمر. دي عجلات بتضرب نار يا ابو عمر. خليك معايا الله يبارك لك كده يا عم عمر. العرض مكون من كام حته يا معلم حماده؟ 13 دماغ 13 تفاحه يا ابو عمر. معلم حماده قبل العرض وقبل اي حاجه النهارده الجمعه بالله عليك كده النهارده الجمعه كله ده الحاج حسن والحاج معانا بالرحمه بالله عليك كل واحد الله وصلى على سيدنا رسول الله كله ماشي كل معانا على اللايف يدعي للحاج حسن ابو الحاج بالرحمه والمغفره ولجميع اموات المسلمين واي حد على فكره ينفع معاهم. اتفرج على السلاله يا باشا، سلاله نادره تفاح امريكاني بما يرضي الله بمعنى كلمه تفاح. بسم الله ما شاء الله. لقينا من داخل مزارع الحاج حسن ابو الحاج بقدم لك سلالات نادره، مش بقدم لك عجلات بلدي عجلات رفيعه، لا بقدم لك سلالات ناس. سيب لي عجله يا معلم عبد الله كعزنك. العجله دي نوعها يا ابو عمر جيرزي. تمام. من اعلى واقوى سلاله. تمام. الاميه علو العربيه الجامبو. بسم الله ما شاء الله. التلات بزاز والرابع بتاعها يحلب ان شاء الله يا ابو عمر. تمام. صلى على سيدنا رسول الله. سيبها يا ابني كده خليها تتمتع كده وتمتع. بسم الله ما شاء الله. صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفاح امريكان والله كل ما بقول. كم حته يا معلم حماده دول؟ 13 عم ابو عمر. بكام 13 دول يا معلم حماده؟ 13 دول النهارده يا ابو عمر سعرهم بما يرضي الله مش هنقول لك متوسط سعر دبابتهم 25000 والله ما كتير عليها يا ابو عمر 25 مش كتير. دي عجلات يا باشا عجلات مصنعه. تمام. عجلات العمد. تمام. وحياه سيدنا رسول الله يا ابو عمر اللي شاهد البضاعة الحلوة دي يصلى على سيدنا النبي ويدعمنا بلايك حلو ويدعمنا بصلاة النبي. شوف العجل هنا عندك عاملة ازاي يا ابو عمر؟ فتحة بتاعت البيم فتحتها علو دماغها من قدام. تمام. عجول تلقيح صناعي. بكام يا معلم حماده؟ 13 دولار النهارده يا ابو عمر مش هقول لك عجلتهم ب 25000 هي مش كتير عليهم ولا عجلتهم يا عم ابو عمر هنا ب 21000 لا ما عندناش الكلام ده يا ابو عمر. هنا يا ابو عمر ال 13 تفاحه دولت متوسط سعر تفاحتهم 16250 يا عم ابو عمر. كام؟ ب 16250. 16 ال 13 في قلب بعضهم. تمام. اللي عايز عجله من ال 13 هبيع له، واللي عايز اتنين هبيع له، واللي عايز العرض كامل هبيع له. فيهم يا عم ابو عمر عجله تزيد 1500 عن العرض، وعجله تنقص 1500، وعجله تزيد 1000 وعجله تقل 1000. تمام.
ال 13 عجله في قلب بعضهم متوسط سعر تفاحتهم 16 250. والاصناف يا باشا قدامك ايه؟ بسم الله ما شاء الله. تفاح امريكاني ما شاء الله. عجلات كلها تلقيع. صلى على سيدنا رسول الله. دبابات من العيار الطيب. امسك العجله يا معلم حرش كده عايزنا. يا باشا الشلشول والبز والنظام والبضاعه عاليه 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 برضه ما شاء الله. دي عجلات يا عم ابو عمر عجلات العمد. تمام. سلالات نادره. تمام. العجله البراون السويسري دي عامله ازاي؟ براون سويسري تلقيح صناعي يا ابو عمر. ما شاء الله. بسم الله اللهم صل على سيدنا رسول الله. الله اللهم صل على حبيب النبي. هنا عندك المنبليار الالماني بنت الاستراد دي. تفاح وعجله قرعة وما هياش متقرعه يا ابو عمر، الارعام بتاع ربان. تمام. نفس قصه الامهات بالصلاه على النبي. بضاعة كلها بسم الله ما شاء الله بتتكلم يا رجاله عمرو. بص يا باشا. بضاعة بتتكلم. معلم حماده العجله من دول عمرهم بكام؟ بص يا باشا هنا العجله دي قرعة رباني مش متقرعه. بسم الله اللهم صل على سيدنا رسول الله. عجلات كلها تفاح امريكاني من العيار الطيب يا ابو عمر. تمام. مبدئيا يا ابو عمر هنا العنوان المنوفيه اويسنا قريه عرب ابو ذكري مزرعه الحاج حسن ابو الحاج مزرعه الحلويات. بسم الله. والعرض ده يا جماعه اللي رن عليه يقول لي عرض الحلويات. تمام. كل يوحد الله وصلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم تليفوني يا عم عمر مبدئيا 010. تبعتهم اي دوله يا معلم حماده؟ رقم تليفوني 010 980 4998. ابعتهم السلوم. تمام. اللي عايزهم يحجزهم ابعتهم له اي مكان يا ابو عمر. تمام. سلالات بما يرضي الله تفاح امريكاني من العيار الطيب. اللي عايزنا ابعتهم له اي محافظه معايا شحن لل 27 محافظه يا عم ابو عمر. تمام. صل على سيدنا رسول الله. معايا طلع معلم حماده. معايا يا ابو عمر عجلات خلاص. فين الخليط ده يا معلم؟ من 4 شهور ل5 شهور. اسعار بقى؟ دولت يا باشا 15 جنيه. 15 حجر؟ اه ال 15 دولت يا ابو عمر متوسط سعر عجلتهم في قلب بعضهم 13 250. 13 والاعمار بتاعتهم 5 شهور. تمام. والاعمار 5 شهور. الاعمار 5 شهور. والسعر 13 250. طب السعر بقى يا معلم حماده اللي عايز عجله من 15 ابيعها. تمام. فيهم عجله كبيره يا ابو عمر تزيد 1000، عجله صغيره تنقص 1000. تمام. 15 انت يا رجاله متوسط معانا هنا 13. دول عجلات خلاط يا رجاله، دولت عجلات خلايط عالي يا ابو عمر. عجلات خليط من العالي، عجلات خليط عالي. تمام. اعمار اكبر بس دي حاجه ودي حاجه، كل حاجه سبحان الله يعني لها ايه؟ لا على حسب السلعه بتاعتها. المتوسط معانا خش بقى فرج المشاهد عندك يا ابو عمر على الدبابات اللي جوه، فيهم عجلات فيها تلقيح وعجلات معلم حماده العشر مباشر بس يا معلم. ال 15 انت دلوقتي يا معلم حماده، السعر بيبدا من كام؟ السعر بتاعهم بيبدا يا ابو عمر من 12000 وبينتهي في 14500. اللي عايزهم كلهم في بعض متوسط ال 15 في بعضهم 13250. تمام ما شاء الله. طب اقل عجله فيهم 12 واكبر عجله فيهم 14500 اللي هم الكبار العاليين اللي فيهم. قطعات مظبوطه برضه يا رجاله، عجلات بسم الله ما شاء الله مجنسه يعني، عجلات مجنسه. من العالي قوي يا ابو عمر. تمام. خش فرج المشاهد على التفاح الامريكاني اللي جوه كمان يا ابو عمر. معانا طلع معلم حمدان. خش يا باشا معانا عجلات سلالات نادره يا ابو عمر. عجلات سلالات من السلالات النادر جدا يا رجاله. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. معلم حماد العجله العشر فين؟ العجله العشر فين؟ معايا ابو عمر هنا مفاجاه العروض بحالها. تمام. معايا عجله عش العشر بتاعها 3 شهور السعر بتاعها 24500 جنيه. بكام؟ 24500. يا فين دي؟ تعالى يا ابو عمر. عجله عشر؟ اه والله. عشر ب 24 ونص؟ اه والله العجله دي. العشر بتاعها كام يا معلم حماد؟ 3 شهور. تمام. السعر بتاعها 24500 يا ابو عمر. 24500 جنيه. ليه يا معلم حماده كده بس؟ 24500. عشر كام؟ العشر بتاعها 3 شهور يا ابو عمر. اكدت الجس يا معلم حماده؟ للجس يا باشا، واللي عايز اي مكان احملها له وابعتها له. اكدت الجس بتاعها؟ واكدت. بص يا ابو عمر العجله دي في اللحم النهارده يا باشا عجله ميزانها 270 كيلو. العجله دي لو انا عايز اقل ضميري يا ابو عمر هبيعها في اللحمه تنباع ب 28000. دول بكام؟ كيلو اللحم النهارده يا ابو عمر ب 110 نفس. دول بكام؟
ديت يا باشا ب 24500 جنيه. 24500 والله يا ابو عمر. عايز اقل ضميري لاقل ضميري لاقل ضميري يا ابو عمر وابيعها في اللحم. دي عجله يا باشا ميزانها 275 كيلو على الطبليه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. العجله دي رجاله 10 3 السعر معانا بكام؟ 24500 جنيه. ب 24500 وما صلاش على سيدنا رسول الله صلى الله عليه. واللي عايز يعجل تحت العشره يا معلم حمام. انا اللي عايز تفاح امريكاني تحت العشره عندي. اسعار بتبتدي من كام يا معلم حمام؟ الاسعار عندي بتبتدي فيهم من 20000 لحد 29500 تحت عشر. تحت عشر من 20. في عندك عجله يا ابو عمر كبيره هناك ايه ميزانها 290 كيلو على الطبليه ب 29500 جنيه الكبيره العاليه اللي هناك. طلع سيدنا رسول الله. عجلات تحت العشر رجاله برضه من المال الممنوع. ربنا يبارك يعني سلالات. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. دبابات يا عم ابو عمر. دبابات طيب. مش عجلات. دبابات مش عجلات. تمام. المنبليار منبليار والقرشطاين قرشطاين والسمنتال سمنتال والبلجيكي بلجيكي السلاله ندرع. دبابات شوف العجله عامله ازاي. الفتحه متر يا باشا. شوف العجله هنا ريحه عامله ازاي. بسم الله اللهم صل على سيدنا. بكام العجله ده يا معلم حماد؟ ديت يا باشا عجله فيها تلقيح ماشي 25 يوم. عجله ميزانها على الطبليه 290 كيلو سعرها 29500. 29000 ونص. اه اللي عايزها بالميزان ماشي. اللي عايزها بيع وشراء بالنظر برضه ماشي. شغال مع الكل. تمام. شوف العجلات هنا يا ابو عمر الشلشول والضرب. عجله مبكره من تحت يا باشا. بسم الله ما شاء الله. سلاله البيم مش زي بعضها دايما يا ابو عمر. تمام. وحد الله صلى على سيدنا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. رقم تليفونك يا معلم حماده. رقم التليفون هنا يا ابو عمر رقم التليفون بتاعي 010 980 4998 معلم حماده ابو الحاج ابن الحاج حسن ابو الحاج الله يرحمه. واي حد يجي يشرفنا ونورنا على دماغي من فوق يا ابو عمر انا بعرض لك تفاح امريكاني من العيار التقيل. وكل الناس اللي اتعاملت معانا والعملاء اللي جا العملاء اللي جونا وعرفونا عارفين مصداقيتنا معاهم في الكلام ماشي. وانا بمس على 27 محافظه وبمس على كل راجل جدع وبمس على بوابه الصعيد من اول من اول المنيا يا ابو عمر لحد اسوان فوق يا ابو عمر. والدنيا بحالها على دماغنا من فوق يا ابو عمر. واي راجل جدع يجي يشرفنا ونورنا على دماغه من فوق يا ابو عمر. حبيبي عم احمد ربنا يبارك لك. بشكرك على السلام عليكم ورحمه الله. شكرا لك يا عم احمد. شكرا لك وشكرا لكم على حسن سماعكم معانا. وبشكر كل راجل محترم جدع داخل معانا هذا اللايف صلى على سيدنا النبي. ده على جميع اموات المسلمين بالرحمه. ده على الحاج حسن ابو الحاج بالرحمه. شير معانا هذا الفيديو. انا بشكركم بشكركم يا احلى مشاهدين. انتظرونا بكره في عرض جديد من مزرعه الحلويات الحاج حسن ابو الحاج وقريه عرب ابو ذكري. بشكركم بشكركم يا احلى مشاهدين. عجلات بيور اوريد استراد متاح معانا. اللي عايز اي كميه كبير صغير هولشتاين سيمنتال من بليار كل السلالات بفضل الله متاحه معانا. بشكر كل مشاهد دخل معانا هذا اللايف شير هذا الفيديو. بشكركم يا احلى مشاهدين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.